السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم راح اقدم لكم وصفة جديدة. وصفتي لليوم هي الفلافل المكبوسة على الطريقة الفلسطينية. وصفة كثير طيبة ولذيذة راح تعجبكم، ان شاء الله تجربوها وتحبوها. المقادير اللي راح نحتاجها اليوم لوصفتنا، وصفة الفلافل المكبوسة، راح نحتاج فلفل حار وفلفل حلو ويكون مناسب للكبيس، وبقدونس وثومة وفلفل حار. هاي هي المقادير اللي راح نحتاجها اليوم لوصفتنا. بداية هنا أول شي راح نعمله، راح نشيل الكمو عن الفلافلة وراح نشكه في السكين زي ما انتم شايفين هون بالفيديو. راح نعمل كل الكمية الموجودة عندنا ونحطها على جانب. بعد ما كمعنا الفلافل وشكناها بالسكين هنا بنحط في كرن الفلافل ملح وبنخضه مشان الملح يتوزع جواته. وهاي الطريقة بنستعملها، بنحط فيها ملح مشان وقت نخلي له بالمي والملح يظل صليب وما يطرى وقت التخليل. وهاي الطريقة بنستعملها بس للفلافل، ما بنستعملها للباذنجان المخلل. هاي الكمية اللي عملناها بعد ما رشينا فيها الملح، وزي ما انتم شايفين هون في لونين من الفلافلة. اللون الفاتح هي فلافلة حلوة ما بتحرق، والفلافلة الغامقة فلافلة حارة وبتحرق. فاحنا اليوم رح نعمل النوعين. لتجهيز حشوة الفلافلة اللي رح نعملها اليوم، هون عندنا الفلفل الحار بنفرمه فرمة ناعمة. راح نفرم البقدونس فرمة ناعمة. كمية الثومة فرمناها فرمة ناعمة وجهزناها. حطينا البقدونس والفلفل في وعاء كبير وضفنا عليهم الثومة. بعد ما حطينا كل المقادير، الفلفل الحار والبقدونس والثومة، بنخلطهم منيح. هون ضفنا الملح وزيت الزيتون. الملح وزيت الزيتون الكمية اللي بنضيفها هي على حسب الحاجة لكمية الحشو اللي احنا عاملينها لحشو الفلافلة، وبنحركهم منيح.
هون عندنا الحشوة جهزت اللي راح نحشي فيها الفليفلة. وبالنسبة للحشوة احنا عملناها ببقدونس وفلفل حار وثومة. في ناس ما بتحب الحار بتقدر تحط فليفلة حلوة، هذا اختياري. وفي كمان ناس بتضيف بندورة خضراء، اللي بيحب يضيف بندورة خضراء بيفرمها فرم ناعمة وبيحطها بين الحشوة. هون بدنا نحشي الفليفلة بالحشوة اللي عملناها. بنفتح الفتحة اللي عملناها ومندخل الحشو فيها منيح زي ما مبين معنا بالفيديو. بنحشي كل الكمية الموجودة عنا. هاي عنا كمية الفليفلة بعد ما حشيناها. حطينا طنجرة فيها مي وملح، وحابة فرجيكم كيف بتتأكدوا إذا كمية الملح مناسبة ولا لا. فبتحطوا بيضة زي ما هو مبين معاكم هنا. حطينا بيضة في المي فطاشت على وجه المي، هذا بيعني إنه كمية الملح اللي حطيناها مناسبة ومظبوطة. هاي الطريقة بيستعملوها الناس اللي ما بيعرفوا لكمية الملح فبيستعملوها، فحبيت أفرجيكم هاي الطريقة. وهاي المي اللي جهزناها بدنا نحطها على الفليفلة بعد ما نحطه بالمرتبان. جبنا مرتبان زجاجي بنحط فيه الفليفلة اللي حشيناها، بنحط كمية اللي تعبي المرتبان كله. بعد ما عبينا المرتبان راح نجهزه ونحط عليه مي وملح من اللي حلنا. بعد ما ضفنا المي والملح على الفليفلة هون بنحط عوج المرتبان زيت زيتون ليكون عازل عن الهواء ويخلي ما يصير عليه طبقة بيضة. بعد ما ضفنا الزيت عوج المرتبان بنسكره منيح وبنحطه على جانب وما بنفتحه لبعد 8 أيام. بياخد وقت 8 أيام لحد ما تستوي الفليفلة، وقتها بنقدر نفتحه وناكل منه بيكون جاهز. بعد مرور 8 أيام هاي عنا هون الفليفلة بعد ما استوت. ان شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم، تجربوها وتحبوها، وما تنسوا تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتحطوا كمان لايك وتعليق مشان اعرف لكم بوصفتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.